السلام عليكم. دلوقتي انت معاك 20 جنيه وعيد ميلاد الحاج ولا الحاج قرب ولا ذكرى يوم جوازهم ولا ذكرى اول علقه ضربوها لك وانت صغير، المهم ذكرى حاجه مهمه وانت عايز تجيب لهم هديه، ولا يا سيدي عايز تشتري هديه لخطيبتك ولا مراتك ولا لنفسك حتى، حرام تدلع نفسك يعني. المهم انت فتحت امازون او خدت بعضك ونزلت على اقرب مول ولا هايبر ماركت كبير ودخلت قسم الاجهزه الكهربائيه والموبايلات والحاجات السمارت الحلوه دي، وحواليك بقى اكسسوارز وجادجتس وحاجات شكلها حلو كتير، وانت بتفكر ومحتار اشتري ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، اصلا انت عايز تجيب البيرفكت جيفت، الهديه المثاليه، حاجه تكون مفيده وتكون سمارت وفيها تكنولوجي حلوه وجديده وتكون بتستعمل فعلا، مش جيمك تفرح بيها وتستعملها يومين وخلاص وبعدين تتركن على جنب، وتكون مش معروفه عشان تبقى مبهره وتعجب الشخص اللي هتديها له، والمهم بقى انها تساعد الشخص اللي انت بتحبه ده يعيش حياه صحيه وتحسن حياته، ويا سلام كمان لو تكون مش غاليه. فكر بقى وتخيل كده وبص حواليك، لقيت جهاز فيه كل المواصفات دي؟ ما لقيتش؟ طبيعي، ما انت جايب معاك 20 جنيه هتلاقي ايه يعني، ده انت اخرك تديهم للسايس اللي ركن لك العربيه في الموقف بره وتقول يا رب يرضى بيهم وما يطلعش يجري وراك. المهم سيبك بقى من ال 20 جنيه بتوع السايس دول وتعالى بقى اساعدك واعرفك على احسن اجهزه مفيده وتحسن الصحه ممكن تشتريها لنفسك او تشتريها هديه لحد بتحبه بارخص سعر، وكمان هوريك اجهزه انا اشتريتها وجربتها وكانت مفاجاه بالنسبه لي، منها الغالي شويه ومنها الرخيص قوي اللي اشتريته اونلاين ب 3 دولار واقل بس مش ب 20 جنيه طبعا، وانا متاكد ان في اجهزه في القايمه دي هتفاجئك النهارده، منهم اللي ما كنتش تعرف انه موجود اصلا، ومنهم اللي ما كنتش تتخيل انه يكون جهاز مفيد، ومنهم اللي عمرك ما هتكون فكرت تشتريه مع انه ثبت فعلا بالدليل انه مفيد وصحي وسعره مش غالي اصلا. ده غير اجهزه رخيصه ومفيده من طب النانو وطب الفضاء هفاجئك بيهم النهارده، بس ركز معايا عشان الفيديو مفيد وهيعجبك. من بريطانيا دكتور محمد منصور، طبيب البطنه والكلى، قناه الدكتور. وخلينا نبدا باهم واكتر حاجه تهم وشغل الناس في الزمن ده، خصوصا في زمن اغلب امراضه بسبب السمنه وقله الحركه، الوزن وشكل الجسم والعضلات، يعني الاجهزه اللي بتقيس مكونات الجسم. هتقول لي يا دكتور يعني انت عايزني انزل اشتري هديه لامي الجهاز اللي قد الثلاجه اللي بشوفه في الجيم وفي الصيدليات عشان تقف عليه وتعرف مكونات جسمها؟ هقول لك لا طبعا، الا لو كانت الوالده مهتمه تفتح صيدليه او جيم، ساعتها ده هيبقى هديه ممتازه. اللي انت بتتكلم عنه ده جهاز كبير مشهور باسم اشهر شركه بتعمله، اسمها انبادي، ثمنه بيبدا من 7000 دولار لغايه حوالي 20000 دولار، وفي منه انواع ثانيه ارخص في حدود ال 2000 دولار، ودي شركات ثانيه بتنتجه، وهو فعلا بيقيس مكونات الجسم ويقول لك جسمك فيه قد ايه عضلات وقد ايه دهون وقد ايه ميه، لكن مش ده اللي اقصده دلوقتي طبعا، اللي اقصده دلوقتي ويستاهل يتجاب فعلا لانه بيدي دقه عاليه مع ان سعره لا يقارن بالالاف اللي بتندفع في انبادي، وكمان حجمه صغنن يعني حاجه قد ميزان الحمام تقريبا كده، بس ليه سلك بيطلع منه ايدين بتمسكهم. هو جهاز شركة امرون، ودي شركة يابانية من اقدم واكبر واشهر الماركات في العالم في صناعة الاجهزة الطبية، فغريب بصراحة ان الجهاز ده بالدقة دي والامكانيات دي بيبيعوه بالسعر ده. فكرته ببساطة بتعتمد على البايو الكتريك امبيدنس اناليسيز، يعني مقاومة انسجة جسمك المختلفة لتيار الكهرباء. يعني ايه؟ يعني تيار الكهرباء بيعدي بين ايديك ورجليك ويمشي في جسمك ويرجع من الناحية التانية، وفي الطريق وهو ماشي في جسمك بيقيس قد ايه أنسجة جسمك المختلفة عملت مقاومة وأضعاف التيار الكهرباء ده أثناء مروره فيها، العضلات بتضعف بشكل، الدهون بتضعف بشكل، المية بتضعف بشكل، وبناء عليه الجهاز يقدر يقيس ويتعرف على جسمك ويعرف هو جسمك بيتكون من ايه بالظبط. الجهاز بيحدد مكونات جسمك بدقة عالية جدا وبيتابع وزنك ومؤشر كتلة جسمك ووزن الكتلة العضلية ونسبة الدهون وغيره، وده مهم جدا لأن زي ما شرحنا قبل كده ممكن جدا لو أنت بدأت تلعب رياضة بانتظام تلاقي شكل جسمك بيتغير ودهونك بتقل، لكن على الميزان وزنك ما بينزلش، وده لان رغم ان نسبه الدهون في جسمك بتقل فعلا لكن العضلات بتزيد فوزنك بيفضل ثابت. الجميل ان الجهاز ده بيقيس كل ده في ثواني، وكمان بيعرف مين اللي بيوزن نفسه عليه لو في اكتر من حد في الاسره بيستعمله، وده طبعا بيشجع كل الناس في البيت انها تاخد بالها من وزنها ومن مكونات جسمها وتعمل رياضه بانتظام وتتابع التقدم يوم بيوم، بصراحه من افضل الاستثمارات الصحيه الواحد اشتراها. الجهاز ده بمميزاته وعيوبه وامكانياته يستاهل بصراحه فيديو او فيديوهين لوحده، فلو مهتمين اكتبوا لي في التعليقات ونعمل فيديو على الاقل فيديو سريع عن الجهاز ده لوحده. وطبعا في اجهزه ثانيه كتير ارخص كمان لكن مش بالدقه بتاعت ده، وبعضهم للاسف بيدي كل مره نتائج شك زي الجهاز ده مثلا واللي سعره حوالي 35 دولار، لكن الناس اللي اشتروه تقريبا كلهم رجعوه تاني وبيقولوا انه كل مره بيدي قرايه غير اللي قبلها. وطبعا ما ننساش الساعات الذكيه اللي بتقيس مكونات الجسم هي كمان، واللي هنشوفها بعد شويه، بس قبل ما
توصل للساعات الذكية خلينا نشوف أجهزة تانية مهمة جدا ورخيصة وكلنا بنحتاج لها. وعلى فكرة تنفع هدية لحد كبير بتحبه أو حتى تشتريها عشان تخليها في بيتك أنت لما تحتاج لها وكلنا بنحتاجها. عرفت هما إيه؟ هقولك. عارف إيه أكبر مشكلة لا قدر الله ممكن تقابلك لما حد عندك في البيت يتعب أو يجيله مرض وتبقى عايز تبعت لدكتور، دكتور تعرفه عايز تبعت له تسأله عن نصيحة أو عن التصرف الصح، أنت عايز تكلم الدكتور بلغة يفهمها بس أنت مش دكتور، أنت بتقول له كلام عايم مش ممسوك، والدكتور عايز أرقام عشان يعرف يقرر الحالة عاملة إزاي والوضع عامل إزاي بالظبط. أحكي لك موقف بيحصل معايا كتير جدا. حد قريبي أو حبيبي مثلا تعب وبعتين لي يسألوني عن رأيي، بيقولوا لي هو دلوقتي سخن وحاسس بتعب جامد ونفسه تعبان، عنده إيه يا دكتور؟ ما أقدرش أقول لك عنده إيه يا دكتور. أنا عشان أستبعد احتمالات أمراض معينة وأفكر في أمراض معينة وعشان أقدر أقول لهم هو ينفع يتعالج دلوقتي في البيت ولا محتاج يروح عيادة دكتور في تخصص معين ولا الحالة دي كده حرجة جدا، لا ده لازم يجروا بيه على طوارئ المستشفى دلوقتي، انا محتاج اعرف شوية حاجات. من ضمن الحاجات دي العلامات الحيوية بتاعة المريض، ضغطه ونبضه وحرارته وسرعة نفسه ونسبة الاكسجين في دمه واحيانا نسبة السكر كمان. العلامات الحيوية دي من اهم الحاجات اللي تعرفني اخبار المريض ده ايه وشدة مرضه ايه ايا كان المرض ده. ده احنا احيانا بنحجز المريض في المستشفى بس عشان نقدر نتابع علاماته الحيوية بانتظام. فتخيل بقى هتوفر وقت وجهد وفلوس وقلق قد ايه لما تكون تقدر تقيس العلامات الحيويه دي في البيت، ويا سلام لو بجهاز ذكي كمان يطلع النتيجه ويسجلها ويخزنها في الميموري بتاعته عشان يطمنك او عشان تبعتها للدكتور بتاعك. عشان كده اخترت كام اوبشن جودتهم وكفاءتهم تعتبر احسن حاجه مقارنه بسعرهم، وغالبيتهم من شركات معروفه وموثوقه في تصنيع الاجهزه الطبيه. هسيب لكم رابطهم في وصف الفيديو، وان كان اكتر الاجهزه دي ممكن تشتريها من اي مول كبير او مكان بيبيع اجهزه طبيه قريب منك، وممكن تلاقي عندهم اسعار احسن كمان من الاسعار اللي على امازون. انا عارف ان في ناس لازالت بتحب جهاز الضغط الزئبقي العتيق وبتطمن له، وبتحب الترمومتر الزئبقي القديم اللي تربينا عليه واللي هم ادق حاجه طبعا، لكن دراسات مختلفه كتير بينت ان دقه الحاجات الديجيتال الجديده تقريبا زي الحاجات الزئبقيه القديمه، والاهم ان الحاجات الديجيتال دي اسهل في الاستخدام. مشكله الاجهزه اللي بالزئبق انها محتاجه تتعلم كويس ازاي تستخدمها وتتدرب عليها كويس عشان تعرف تقراها، لو استخدمتها غلط هتطلع نتيجه غلط، بينما الاجهزه الديجيتال هي بتقرا لوحدها وبتطلع لك النتيجه على طول. لكن ده طبعا ما يمنعش ان في شركات جودتها تعبانه وفي غش تجاري واجهزه بايظه بتخلي الناس تكره الاجهزه الديجيتال وتعتبرها كلها نصب. فلو مش هتشتري منتج بتاع شركه محترمه ومعروفه وناوي تجرب منتج عشان سعره رخيص، يبقى على الاقل لازم تشتريه من مكان تقدر ترجعه له لو لقيته مش كويس. واول ما تجيب الجهاز تعايره او تجربه قصاد جهاز محترم معروف، لو ادى نفس القراءات يبقى خير ممكن تستعمله، بس ما تنساش تكرر المعايره دي كل 6 شهور ولا حاجه، لانه ممكن يبوظ مع الوقت وتبقى انت قاعد تقيس ومطمن وهي النتائج غلط. ولو انت مهتم بقى بالحته دي وحابب تجيب اكتر حاجه متقدمه في الموضوع ده، يبقى عليك بالريموت بيشنت مونيتورنج. ريموت بيشنت مونيتورنج يعني الشخص لابس الجهاز او بيستعمله والجهاز مباشره بيبعت النتائج والارقام عن طريق الانترنت للدكتور او للمعالج بتاعه، والشخص نفسه طبعا يقدر يشوف النتائج على موبايله او على الكمبيوتر بتاعه لو حابب. وريموت بيشنت مونيتورنج دي في منها اجهزه كتير دلوقتي وبتتطور كل يوم، استثمارات الشركات فيها رهيبة، يمكن من أشهرهم أجهزة ديكسكوم وفري ستايل ليبرا اللي بتقيس سكر المريض طول الوقت نهار وليل وتنبه المريض لو السكر بتاعه زاد أو قل بحيث إنه يتعامل معاه على طول، وطبعا بتبعت تقرير زي ما قلنا على الإنترنت فالدكتور يقدر يشوفه لما يقابل المريض آخر كل شهر ولا حاجة، يشوف السكر بتاعه كان عامل إزاي طول الشهر. أظن أنت كده اقتنعت بأهمية قياس العلامات الحيوية وأهمية قياس مكونات الجسم، وده ياخدنا للويربلز، الحاجات اللي بتتلبس. لأن بعض الحاجات اللي بتتلبس دي زي ساعات سامسونج مثلا بتقدر تعمل الحاجتين مع بعض، تقيس علامات حيويه وتقيس مكونات الجسم. كنت شرحت لكم في فيديو قبل كده ان من اجمل واحسن الحاجات الذكيه اللي اشتريتها في حياتي واللي بحبها وما تخيلش اني استغنى عنها هي ساعات سامسونج الذكيه، وحكيت لكم قصتي مع اول ساعه ذكيه سامسونج جير اس اشتريتها في 2014 تقريبا واتسرقت مني، وحكيت لكم القصه كلها في الفيديو. ولا زلت حاليا بستعمل الجالكسي ووتش 4 ومش شايف ان ناقصها اي حاجه، يعني رسم قلب ومكونات جسم ونسبة اكسجين ومعدل ضربات القلب وغيره، مع ان طبعا احدث نسخة منها حاليا هي جالاكسي ووتش 6 وغالبا خلال شهور هتكون الووتش 7 موجودة، لكن انا مبسوط باللي معايا على الاقل حاليا، فيها كل حاجة انا محتاجها. ولو انت من النوع اللي ما عندكش مانع تشتري حاجة مستعملة فممكن تقدر تجيب دي دلوقتي مستعملة باقل من $100. كتير $100؟ انا اسف، هو الحاجات دي غالية، يعني ما تتوقعش ان شركة ابل ولا سامسونج هتعمل كل الخواص دي في ساعة فيها كل الامكانيات دي والتطور ده وتبيعها لك ب $5، للاسف هي الحاجات دي غاليه، بس
دلوقتي اسعارها فعلا اقل 1000 مره من سنتين ثلاثه فاتوا. لكن عشان خاطرك في حاجات تانية جديده باقل من 30 دولار وبتقيس الضغط ونسبه الاكسجين زي دي مثلا. بصراحه هي الشركه اللي بتبيعها بتقول انها بتقيس الضغط ونسبه الاكسجين، لكن هل ده حقيقي ولا لا انا ما جربتهاش، على مسؤوليتك بقى، بس هي رخيصه. طبعا مش محتاج اقول ان دقه الاجهزه المنفصله في قياس الضغط والسكر ونسبة الأكسجين ورسم القلب بتكون غالبا أحسن وأحيانا أحسن بكتير كمان من الساعات الذكية، وخصوصا لما يكون عامل جهاز الضغط مثلا أو جهاز قياس السكر شركة متخصصة ولها تاريخ في صناعة الأجهزة الطبية زي أمرون ولا فيليبس ولا باناسونيك ولا غيرهم. مش محتاج كمان أقول إنك لما تقيس مكونات جسمك دهون ومية وعضلات باستخدام الساعة دي مش حاجة دقيقة قوي، يعني هي بس بتديك فكرة عامة وسهل تطلع جدا نتائج غلط. أنت لما تقيس هنا مكونات الجسم بتحط صبعينك كده، تيار الكهرباء بيعدي بس في جسمك الفوقاني ما بين دراع لدراع، مش بيمر على النص التحتاني من جسمك اللي هو مليان غالبا الكرش والدهون والحاجات الجميله اللي انت قاعد تربيها بقالك 20 سنه دي. مش هيكون قياسه مثلا دقيق زي جهاز زي ده او جهاز امبادي اللي ب 20,000 دولار. لكن ميزه الساعات وخصوصا لو من شركات كبيره وجودتها عاليه زي ابل او سامسونج او حتى واوي، انها غالبا بتجمع فانكشنز او خواص كتير في نفس الوقت. يعني بتقيس الضغط، بتقيس نسبه الاكسجين، بتعمل رسم قلب، بتقيس مكونات الجسم دهون وميه وعضلات، كل ده في ايدك من غير ما تشيل جهاز زياده معاك. انت كده كده اصلا لابس الساعه طول الوقت، فلما تحتاج تقيس الضغط وانت بره البيت مثلا مش محتاج بقى تكون افتكرت تاخد جهاز الضغط معاك وانت نازل من البيت. كمان بعض الساعات دي بيكون فيها خاصيه مهمه للناس الكبار في السن، زي انها تشخص الرجفان الاذيني اذا حصل الاتريال فايبريليشن، وده زي ما انتوا عارفين مرض منتشر في كبار السن، بيبقى جزء من القلب اللي هو الاذين بيضرب ضربات سريعه ومش منتظمه، بيبقى كانه بيرتعش. وقتها الساعه بتبعت تنبيه للدكتور اللي رقمه متسجل اوريدي من قبلها على الساعه، او تبعت تنبيه لشخص مثلا من العيلة تعرفه عشان يتصرف. وبالمناسبة ده اصلا جهاز بيتباع لوحده لكبار السن عشان يلبسوه، وكان الجهاز بتاع تشخيص الرجفان الاذيني ده موجود ومعروف حتى من قبل الساعات الذكية دي ما تتقدم وتوصل للمرحلة دي. هو انا في الحقيقة قلت wearables لكن ما تكلمتش غير عن الساعات الذكية، مع ان في الحقيقة ال wearables او الاجهزة الذكية اللي بتتلبس دي ولها فوائد صحية كتير جدا، سواء خواتم ذكية بتراقب صحتك او اجهزة ضغط ومتابعة علامات حيوية متخصصة او حتى نظارات ذكية بتستخدم تقنيات VR و AR عشان تخلي حياتك احسن. لكن الويرابلز ده فيديو لوحده جاي قريب ان شاء الله. طبعا انت دلوقتي متوقع ان انا اقول لك اشترك في القناه عشان تعرف لما الفيديو ده ينزل، لكن لا مش هقول لك، انت انسان حر واختياراتك لازم تبقى مقتنع بيها، اشترك او ما تشتركش براحتك، لكن لو ما اشتركتش هيفوتك كتير براحتك. وكده نبقى وصلنا للجهاز العبقري، الجهاز المعجزة، الجهاز اللي رخيص جدا لدرجة انك ممكن تصنعه في البيت، ده جهاز ممكن كل حد يعمله في البيت بسهولة، لكن في نفس الوقت عظيم ومبهر ومؤثر جدا لدرجة انه بيشتغل بالنانو تكنولوجي. ويضل ببساطة يا جماعة اني بدي اجيب شاحن اللابتوب، السلك اللي بروح لللابتوب بدي اقوم بقصه، ونفس الشيء بدي اطلع السلكين الموجودين واوصل واحد بالاولى وواحد بالثانية، وبهذه الطريقة بكون الجهاز صار جاهز. جهاز التخلص من جزيئات النانو داخل جسمك. اكيد عرفت اني بهزر طبعا. بيقول لك جردل ميه تحط فيه رجلك وتكهرب الجردل فيطلع جزيئات النانو المعدنيه من جسمك، وبدل ما يحاول يجيب لك اي دليل على كلامه او يحاول حتى يخلي شكل الكلام علمي شويه، يقول لك هي فكره جميله طرحها الباحث الرائع اللي انا بحبه اللي اسمه توني بانتليريسكو وانا حابب الفكره جدا. اليوم بطرح لكم فكره طرحها واحد من الباحثين اسمه توني بانتليريسكو، انسان رائع جدا وباحث رائع مستقل. تروح تشوف مين بانتليريسكو ده تلاقيه راجل لا ليه ابحاث ولا حد يعرفه وشكله هربان من الشرطة الإيطالية وبيصور في بدروم البيت، لكن احنا لازم نصدق طبعا بناء على كلام بانتليريسكو ان الجهاز مفيد وبيشتغل. بس احنا مش هنزعل منه، ده محمد كيلاني يا جماعة، الراجل بدل ما يغسل رجليه زي الناس يحطهم في جدل فيه مياه كهرباء ويطلع منهم جزيئات النانو، ولما الحاجات اللي لازقة في رجليه تطلع على وش المياه يقولك جزيئات النانو بارتيكلز طلعت من رجلي والله طلعت من جسم. والفكره من الموضوع انه هذا المجال المغناطيسي يصير يسحب الجزيئات المعدنيه النانو هذه من جلد الانسان تدريجيا، وهذه الجزيئات النانو المعدنيه طبعا بيختلف من شخص لشخص حسب شو اللي موجود في الجسم، بس بتصير بينهم كانها طبقه شفافه خفيفه جدا على سطح الميه. بذمتك يا راجل الحاجات اللي بتعوم على سطح الميه دي جزيئات ليبيد نانو بارتيكلز برضه؟ هو في نانو بارتيكلز سودا وصغيره وبتتحرك وبتنط وبتقرص كده؟ انت مرغوت يا ريس، اغسل رجلك كويس وانت مش هتحتاج اي اجهزه ان شاء الله. المهم خلينا نرجع نشوف
تشوف جهاز صحي حقيقي مفيد ويستاهل بجد. من الهدايا المشهورة بين البنات وخصوصا لما تكون عروسة مثلا ان البنت يجي لها جهاز من اجهزة ازالة الشعر، وسواء كان من الانواع المشهورة زي فيليبس ابيليتور او باناسونيك او الاشهر بتاع شركة براون اللي هو السلك بيل، واللي كتير من البنات في مصر من كتر ما سلك بيل ده اسم مشهور بيفكروا ان هو اسم الجهاز او نوعه كده، يعني ده مش منتج معين بتاع شركة براون، لا انا هشتري جهاز سلك بيل بتاع شركة كذا. المهم طبعا ده جهاز مفيد وإزالة الشعر الزايد ده شيء صحي ونظافة وكل حاجة، والأجهزة دي دلوقتي سعرها بيكون غالبا ما بين 20 ل 30 دولار للحاجات البيزك لغاية مثلا 150 دولار لأعلى حاجة زي سلك بيل 9 أو غيره. لكن يمكن اللي بنات كتير ما جربتهوش هو جهاز إزالة الشعر بالليزر اللي شركة فيليبس بتعمله باسم فيليبس لوميا، مع إنه جهاز ممتاز وعن تجربة في الأسرة عندنا، وبعض الدراسات والتجارب اللي اتعملت عليه بتقول إنه فعلا مع الاستعمال المتكرر بيقلل نمو الشعر بنسب بتوصل تقريبا لحوالي 80%. وخلي بالك ان بعض الدراسات اللي بتقول انه بيقلل نمو الشعر بنسب اكتر من كده بتبقى عاملاها الشركات المصنعة او الشركة المصنع للجهاز، فخلي بالك. طبعا هو جهاز غالي، احنا بنتكلم في حوالي 500 دولار دلوقتي، يمكن احنا لما اشتريناه كان ايامها لسه بحوالي 250 دولار من 4 سنين. غالي برضو، لكن هو بيدي البنت فرصه انها تعمل ازاله شعر بالليزر، جلسه ليزر في البيت من غير ما تروح اي مكان بره بيتها، وطبعا مع الوقت بيوفر. وهي الطريقه اللي بيشتغل بيها هي انه بيوجه ومضه ضوء قويه وسريعه ومركزه على الجلد، اي حاجه لونها غامق او داكن هتمتص الضوء القوي او الليزر ده وتتحرق. والطبيعي ان الحاجه اللي لونها غامق او داكن في الجلد هي بصيلات الشعر فتتحرق بالليزر ده، فيقوم يمنع الشعر من الظهور لفتره طويله فعلا. وعشان كده البنات اللي لون جلدهم غامق شويه او لون شعرهم فاتح شويه، شعر اصفر او اشقر مثلا، للاسف الجهاز مش بيجيب نتيجه كويسه معاهم، لان الليزر بدل ما يتركز على الشعر بالعكس ممكن يتركز على الجلد ويلسع الجلد مش الشعر. زائد كمان ان الجهاز ده بيحتاج ان الواحده تتعلم تستخدمه وتمشيه على جسمها كله وتصبر عليه كذا اسبوع عشان تشوف نتيجه، والاهم تصبر على ساعات بتاعته في الاول لحد ما تتعود عليه. طبعا انا مش بسوق لاي جهاز من الاجهزه دي ولا حتى اضمن لك اي منتج منهم ولا بقول لك اشتري، لكن انتوا طلبتوا رايي فانا جايب لكم الخلاصه ومدعومه بالدليل العلمي زي عادتنا وبالتجربه كمان. طبعا انت زعلت مني عشان بقول لك ازاله الشعر الزايد ب 500 دولار، فتعالى بقى اصلحك واقول لك على الافيد منه وصحي اكتر منه واهم منه، ازاله الجلد الزايد، الجلد الجاف، وباقل من دولار كمان. مبسوط يا عم؟ تقولي طب واشيل الجلد الزايد ليه اصلا؟ لا ركز بقى. بص يا سيدي، كل البيبيهات او الاطفال بيتولدوا كعوب رجليهم ناعمه وطريه وكلها حنيه، تحسها حاجه تتاكل كده لانهم مش بيدوسوا عليها اصلا، مش بيتعرض لاي احتكاك. لكن كل ما نكبر ورجلنا شيلانه وبندوس على كعوب رجلينا طول النهار والجلد بيتحمل الضغط، يبدا الجلد يتخن ويتخن ويتخن عشان يتحمل الضغط، وخصوصا كمان لو انت من النوع اللي رجلك مكشوفه اغلب الوقت، يعني مثلا بتلبس صن او شبشب، فده بيخلي جلد رجلك غير الضغط ينشف كمان لانه متعرض للهواء فبيجف. النتيجة انك تلاقي جلد رجلك ناشف وتخين وبدأ يشقق كمان. طبعا في صور اسوأ لاقدام او كعوب، صور مرعبة وصعبة، صعبة جدا. مش عايز اقول لكم بقى على الصور اللي بنشوفها مثلا او على الحالات اللي بنشوفها في عيادة القدم السكري، بس مش هحط الصور دي عشان ما تبقاش صعبة علينا كلنا، بس انتم متخيلين قد ايه التشققات دي ممكن تبقى عميقة وصعبة وتؤدي لنزيف وعدوى وكل حاجة. الجلد الجاف التخين المشقق ده اللي بنسميه الكالس بيسبب نزيف وجروح، واحيانا يدخل بكتيريا في الشقوق دي توصل عدوى للقدم، بتوصل احيانا في مرضى السكر ربنا يعافينا ويعافيهم لغرغرينا وبتر للرجل احيانا. فمهم جدا اننا بدري بدري نشيل الجلد الجاف ده كل ما يتكون، وخصوصا لو انت مريض سكر. الجميل انك ممكن تعمل ده بحاجات رخيصه جدا، ممكن تشتريها من الصيدليه او السوبر ماركت اللي جنبك باقل من قيمه دولار واحد، او انك تشتري جهاز بسيط وبيشتغل ببطارية زي ما انا عملت كده وجبته، كان نازل عليه عرض وقتها كان بحوالي 12 دولار. ونروح لنظارات العلاج بالضوء او اللايت ثيرابي جلاسز. سمعت عنها قبل كده؟ هو انا كنت ناوي بصراحة احطها في فيديو النصب في الاجهزة الطبية، وبعدين رجعت في كلامي بعد ما قريت بعض الابحاث وجبتها النهاردة على انها ممكن تكون جهاز مفيد. واسمح لي اقول لك ليه. دي يا سيدي حاجات بتتلبس شبه النظارات تطلع ضوء بدرجات مختلفة ينزل على عين
بينك لفترات مختلفة على أساس إن له فوائد معينة. الفكرة الأساسية فيها إن تعرضنا لضوء الشمس في بداية كل يوم بيظبط حاجات في الاتزان الهرموني والنفسي بتاعنا، ودي حقيقة وعليها أدلة. فهو بيقول لك بقى إن لما تكون حضرتك أو حضرتك مش بتتعرضي لضوء الشمس في بداية كل يوم، لأنك عايشة مثلا في بلد مش بتشوف الشمس في شهور الشتاء، أو لأنك لا قدر الله محجوز في مستشفى أسبوعين أو ثلاثة أو أكتر، أو لأنك حتى بتشتغل في مكتب أو عايش في شقة ما فيهاش شبابيك كفاية ومعتمد على أنوار صناعية طول الوقت. فهو بيقول لك بقى إن هرموناتك هتبدأ تتلخبط، ومخك مش هيبقى عارف اليوم بيبدأ إمتى وينتهي إمتى. مخك اللي ربنا خلقه متعود إنه أول حاجة الصبح يشوف الشمس بتشرق، فالجسم يبدأ يشتغل عشان اليوم يبدأ وهرمونات النشاط تفرز وهكذا. فبيقول لك بقى لما تلبس النظارات دي في أول اليوم الصبح والنظارة تطلع ضوء بشدة معينة على عينك لمدة معينة في أول اليوم، فده بيحسن حالتك النفسية والذهنية وبيحسن نشاطك بعد ما تستعملها كذا يوم. والجزء ده بقى الأدلة العلمية عليه ضعيفة بصراحة. فخلاصة الكلام، أنا مش هقول إنها نص، هي قد تكون مفيدة في البلاد اللي زي اسكتلندا وفنلندا والنرويج اللي الشتاء فيها كله ضلمة، وقد تكون مفيدة كجزء من علاج الاكتئاب الموسمي Seasonal Affective Disorder أو الساد. أخد بالك، ساد حزين، اكتئاب، يعني اللي عامل الاختصار أو الأكرونيم ده إنسان يعني مبدع بصراحة. لكن النظارات دي طبعاً مش هتعوضك عن فيتامين د اللي بتاخده من الشمس مثلاً، ولا هتديك أي فوائد تانية بتاخدها من ضوء الشمس، ومش محتاج أقول لك طبعاً إنها غالية. بنتكلم في أسعار بين ال $200 و $300 حسب الشركة والموديل. وزي ما قلت لك الأدلة الموجودة لغاية دلوقتي عن فائدتها حتى في علاج الاكتئاب الموسمي ضعيفة جداً. وتعال ننقل من عالم الضوء والعيون لعالم الأسنان، وده عالم أنا دخلته متأخر بصراحة، واللي عرفني بيه كان دكتور إسلام منصور أخويا طبيب التقويم اللي في لندن. فتعال باختصار أقول لك على أهم جهازين أنا شخصياً جربتهم وشايف إنهم مفيدين جداً. وزي ما قلت لك يمكن أنا جربتهم أصلاً بناء على نصيحة حد متخصص بينصح بيهم عشان فوائدهم، وده بقى ريحني لأول مرة من إني أدور على الأدلة والدراسات في الموضوع ده. فرشة الكهرباء أو الإلكتريك توث براش، طبعاً في منها أنواع كتير، مش لازم تجيب الأنواع الغالية زي أورال بي طبعاً، لكن خلي بالك كمان ان بعض الانواع الرخيصة قوي بتكون زي قلتها. انت بتغسل سنانك عادي دقيقتين كل مرة، بتستعمل معجون وكل حاجة، لكن الفرشة بتساعدك بانها بتتهز هزات او حركات سريعة متكررة فتنظف السنة باحسن شكل واقل مجهود. في البداية بصراحة تعبتني وما كنتش بستحمل الهزة او الرعشة بتاعتها دي على اسناني، الهزة دي كانت بتوترني جدا وكنت بضطر اوقفها، لكن بعد كم مرة استخدام بقيت بحبها ومتعود عليها، وبقيت بستخدم اعلى سيتنج او اعلى درجة اهتزاز، ومش بسافر بصراحة في اي حتة من غيرها. الجهاز التاني هو الووتر فلاس، جهاز بيضخ المية بضغط قوي جدا، او بلاش قوي جدا، بضغط قوي. انت بتتحكم في شدته وبتختار طبعا الانسب لك، وبتوجهه في المكان المناسب على الاسنان وبين الاسنان والضروس بحيث يغسلهم وينظفهم ويطلع اي بقايا اكل لازقة عليهم او محشورة بينهم. وده مفيد جدا بالذات لو انت عندك بوكيتس او جيوب بين الاسنان، او عندك اماكن فاضية سنة اسنان مخلوعة، او مركب تقويم ففي اكل بيتحشر بسهولة حوالين التقويم او وراه وصعب انك تطلعه بالفرشة، فالجهاز ده بيغسل بضغط عالي بينظف كل المناطق اللي حوالين الاسنان وبينها والتقويم وما الى ذلك. طبعا دي الاجهزة اللي ممكن تجيبها هدية لحد زي ما اتفقنا، لكن ده ما يخليناش ننسى ان مجرد فرشة عادية ومعجون سنان بكام جنيه وخيط سنان او فلوس بكام جنيه ممكن يبقوا كفاية جدا لو استعملتهم صح، وممكن سواك وممكن مضمضة مطهرة عند اللزوم، مش محتاج يعني تجيب اجهزة الكترونية عشان تحافظ على اسنانك. وطبعا اللي سامعني وعايش في اوروبا وامريكا هيبقى عارف أهمية الحفاظ على السنان قد ايه اكتر من اي حد تاني. هي طبعا سنانك دي نعمة غالية مهما كنت عايش في اي حتة، والسنة اللي ربنا خلقها لما تسوس او تبوظ مفيش حاجة بتعوضها. لكن المشكلة كمان هنا في انجلترا مثلا تكلفة اني احشي درس او اعمل غرس او تركيبة اسنان بتكون احيانا اغلى بكتير من انك تشتري عربية لكزس. وننتقل دلوقتي من مستوى الاجهزة الكويسة او الحلوة او المفيدة لمستوى الاجهزة المعجزة، والاول مرة جهاز من طب الفضاء في بيتك وبسعر رخيص كمان، جهاز المسح الذاتي للتحكم في طاقة الاعصاب سينار. كان هذا يعني باللغة الروسية، هذا مع طب الفضاء اخترعوا العلماء الروس وبيعتبروه سر حربي. اكتشفوا العلماء ومن ضمنهم علماء الروس اللي هم يشتغلون بطب الفضاء، يعني طبعا اللي اخترع على هذا عالم روسي مشهور جدا، اخذ جائزة لينين بوقته. طبعا هذا كان سر من الاسرار العسكرية للجيش الروسي. زين، لكن خلاص السر تسرب والجهاز اخيرا بقى بيتباع للناس. هذا الان يعني بعد ما فصحوا عنه وبعد ما صار اكو اجهزة اكثر تطورا منه، هذا اعلنوه
والآن انتشر بكل مكان. شركة فيليبس أخذت البراءة ماله وبدأت تصنع الجهاز ده. بمجرد أنك تمشيه على جلدك هيقيس فرق تردد ذبذبات الكهرباء ويشخص تقريبا كل الأمراض بنسبة خطأ أقل من تقريبا 1 في المليون. من تجي على هاي الممثلية بالجلد تقيس موجة البث الكهرومغناطيسي مال هاي المنطقة، تقدر تعرف أنه ماذا يحدث في ذلك العضو من الجسم. ونسبة الخطأ ماله، نسبة الخطأ ماله 0/1,000,000 حالة. والخطأ هو مو خطأ حسابي. مش بس كده، ده كمان بيشخص الأمراض المختفية اللي انت ما تعرفش لسه انها موجودة حتى لو انت حاسس انك سليم 100%. يعني انا تحداني شخص، طلعنا سويت لمسح طلع عنده مشكله بالبنكرياس، كل ما عيده يقول لي البنكرياس. سالته قلت له عندك مشكله بسكري، عندك شيء هذا بالهضم؟ قال لا ما اقول شيء، ما ادري شو. قال هذا الجهاز مالك؟ اذا هذا غلط. قلت له هذا ما يغلى، ارجوك تسوي لنا فحص مع سكري. قال انا ما عندنا ولا عنده بالعائله سكري. قلت له سمح خسران، راح سوى الفحص بلاد شوغر طلع بال 500. زين سوينا اليورين طلع أربعة بلاس 3 بلاس شو اسمه شوغر. انصعك الرجل، قلت له كان اتدمرت، اكلك السكري. زين بدون ما تعرف، ودائما يقول هذا. تخيل راجل سليم ما كانش يعرف ان عنده اي مشكله، لكن ظهر ان البنكرياس بتاعه بيسرب الطاقه، فعملوا له تحليل سكر واتضح ان فعلا عنده سكر. معجزه. لكن المعجزه الاكبر انه مش بس بيشخص، ده بيعالج اي مرض بمجرد انك بس تفضل ماسك الجهاز على المريض. هذا ممكن يقيس ويستشعر ويعالج، فهذا يستخدمه رواد الفضاء. والان الجيش الروسي كله مزود بأجهزة مثل هذا. هذا يوقف النزف بسرعة، يوقف الحرارة، ينزل الضغط وهكذا. هذا الجهاز يعادل 8 طوابق مستشفى بكامل أعضائه. يعني يشخص ويعالج كل الأمراض بدون أي احتمال خطأ وبكام؟ يعني ما مكلفة، يعني كل الفحص ما يكلف له 150-200 درهم. ب150 درهم انتهت الأمراض للأبد، خلاص الإنسان مش هيموت، ده احنا كده عايشين في الجنة مش في الدنيا، صح؟ أكيد عرفت إن ده نصب، ما انت خلاص ما بقاش بنضحك عليك. ده بالظبط هو النسخة العراقية من جهاز الكفتة المصري بتاع اللواء عبد العاطي، ومن جهاز الثيرانوس الأمريكي بتاع الملياردير الفاتنة إليزابيث هولمز، ومن كل نصب بيلعب على وتر العلاج المعجزة اللي بيعالج كل الأمراض اللي في العالم. ودول حكينا قصتهم في فيديو النصب في الأجهزة الطبية، يستاهل تشوفه لو لسه ما شفتوش. الحقيقة بقى ان الجهاز ده بيتباع في السوق في أمريكا من أكتر من 15 سنة، يعني مش سر حربي روسي وتسرب ولا حاجة، وهو يعتبر مجرد تطوير لجهاز تنز أو تنز ماشين اللي بنعالج بيه الألم الموضعي. وفي ناس فعلا الألم بتاعها بيتحسن شوية معاه، وناس مش بتتحسن نهائي. والحقيقة كمان ان FDA اللي هو جهاز الرقابة على الأغذية والأدوية في أمريكا اداله فعلا تصريح بالاستخدام كمساعد، فقط كمساعد لعلاج بعض الآلام بجانب العلاجات والأدوية الأساسية. ده كمان في دراسات محايدة عملها باحثين عشان يشوفوا هل فعلا ألم الظهر بيتحسن بعد جلسة سينار ولا لا، وكانت النتيجة محبطة جدا، ووصلوا انه مش بيحسن الآلام عند اغلب المرضى. هتسألني يعني الجهاز ده مفيش منه اي فايدة؟ هقولك تعالى نتعرف على التنز ماشين او جهاز التنز الاول واحنا نفهم الحكاية. وخصوصا ان انا نفسي جبت تنز ماشين عندي في البيت واستعملتها على نفسي حوالي شهرين. تنز ماشين او ترانسكيوتينيوس الكتريكال نيرف ستيميليشن ديفايس، ده جهاز بيتوصل بالجلد على الاماكن اللي فيها الم بوصلات زي بتاعت جهاز رسم القلب كده، ويطلع نبضات كهرباء عشان يستثير الاعصاب في المنطقه دي فيقوم يسكن الالم. صحيح هو الجهاز نفسه بيسبب لك شويه الم لانها نبضات كهربيه بتلسع، خصوصا لما شدتها تزيد. ما هو الدكتور او المعالج بيحدد سرعه وشده وتردد النبضات دي، فلما الكهرباء تزيد شويتين ممكن تلسع جامد. جهاز تنز بيستخدم من عشرات السنين كطريقه لعلاج الالم، يمكن من 1971 تقريبا لما اخترعه راجل استرالي اسمه جيم لامرز وبنته روبن. ولازم نبقى عارفين ان نتائج الابحاث بخصوص قدره الاجهزه التنز دي على علاج الالم مش اقوى ابحاث، ومع ذلك في ناس كتير بترتاح عليها. وعشان كده هتلاقي كتير من دكاتره علاج الالم بيستعملوها عشان يقللوا استخدام المرضى للمسكنات. انا شخصيا استخدمت تنز ماشين على رجلي لمده شهرين بعد نصيحه من احد استشاريين علاج الالم، وده كان بسبب الم عصب في رجلي بعد عمليه كبيره عملتها وما ارتحتش عليه نهائي. بالعكس كان بيسبب لي الم اكتر من الالم اللي موجود من الاول، لكن زي ما قلت في ناس بترتاح عليه. حاليا الجهاز بيتباع في كل دول العالم تقريبا، وفي منه التقليدي اللي باسلاك بيبقى بحوالي
$30 وبيبقى فيه منه الوايرلس بحوالي $80 أو $90 وكمان في منه التطور الجديد اللي بيخلي الجهاز سمارت اكتر وبيتفاعل وبيعدل اعداداته بنفسه وحاجات تانية اللي هو بقى اللي اسمه السينار وده سعره بيعدي $3000. ده بقى الجهاز اللي كان الدكتور العراقي بيتكلم عنه على انه الجهاز المعجزة اللي بيحيي الموتى. وطبعا ما ينفعش اتكلم عن الاجهزة الصحية المفيدة اللي انصحك تشتريها لنفسك او هدية لحد من حبايبك من غير ما اجيب سيرة الاجهزة الرياضية. ده هي دي احسن استثمار ممكن تعمله في صحتك، سواء ده كان تريد ميل بسرعات مختلفة وممكن يتطبق مثلا عشان ما يزحمش البيت، او كان عجلة ثابتة تخليك تتحرك وتحرق سعراتك وميزتها انها بتكون اريح من الجري بالذات للناس اللي ركبتهم فيها خشونة مثلا، او كان جهاز زي ده سعره مش غالي واستخدامه سهل وبيشغل عضلات كتير في جسمك، او حتى كان حاجة بسيطة جدا زي الريزيستنس باند دي اللي ممكن تلاقيها ب $15 وبرده ممكن بطرق مختلفة تشغل بيها عضلات كتير في جسمك كله، المهم تتحرك وتلعب رياضة بانتظام. جهاز تاني ممكن تحسبه تبع الاجهزة الرياضية مع ان هو مش جهاز رياضي، المساج جان. تجربتي الشخصية انه بيريح وبيفرق كتير بعد ما تلعب رياضة، سواء في انه يريحك من الالم او انه يفك العضلات، وممكن تشتريه من بعض الاماكن ب $10 مثلا وليه رؤوس مختلفة حسب هتستعمله على اي مكان في جسمك بتغير الراس بتاعته. جهاز رخيص وخفيف وصغير وسهل الاستخدام، مفيش دليل حقيقي قوي ان هو بيفيد او بيحسن الاداء الرياضي او العضلي، لكن ناس كتير بترتاح عليه، انا شخصيا منه. ودلوقتي بقى معانا جهاز غريب شوية، او في الحقيقة هو موضوع غريب على اكتر الناس ويمكن مقرف شوية، لكن مش هتصدق قد ايه هو صحي ومفيد وكمان عليه ابحاث اثبتت فوائده، وغالبا هتلاقي حد في اسرتك او اصحابك هيستفيد منه جدا. اجهزة غسيل الانف او النيزل اريجيشن ديفايسز. هيحس بكلامي قوي الناس اللي عندهم حساسية انف مزمنة او بتتكرر عليهم نزلات برد كل شوية وبتطول، او عندهم جيوب انفية ملتهبة كل شوية. الفكرة هنا ان بيكون في حاجة زي ازازة او قمع او علبة مثلا بتتملى بسائل معقم وبتضخها بشكل ما في ناحية من مناخيرك فتغسل مسارات مناخيرك من جوه وتطلع من الناحية التانية بقى معاها كل الحاجات اللي مش محتاج اعرفك عليها ولا ادخل في تفاصيلها ولا اوريك صورها. انت متخيل طبعا. بتريح الناس اللي عندها احتقان او حساسية او جيوب انفية ملتهبة، او حتى عموما غالبا ما بيكونش في منها ضرر الا لو عملتها بشكل غلط. في دراسات اثبتت فوائدها وفي جهات علمية وطبية كتير بتنصح بيها، وانا شخصيا بستعمله خصوصا فترة الربيع او دخول الصيف مع زيادة مسببات الحساسية في الجو. بس مهم جدا نقول انك ما تستعملش غير مية مقطرة او محلول ملح مجهز غسيل الانف او الباودر اللي بيجي معاه وتدوبه فيه برضه في مية مقطرة. ما تستعملش مية الحنفية نهائي الا لو غليتها كويس وسبتها تبرد، لان في ناس جالهم عدوى اميبا في الدماغ بسبب مية الحنفية اللي مش مغلية. هتقولي طب انت جايبها ليه في فيديو هنا عن الاجهزة الصحية مع انها مش جهاز، دي ازازة بلاستيك؟ عندك حق، بس اولا هي اسمها جهاز، اسمها ديفايس. ثانيا والتطور بقى ان دلوقتي بقى في منها اجهزة الكترونية بتستعمل ضغط المية عشان تعمل غسيل الانف، نفس فكرة الووتر فلاس بتاع الاسنان ده. تاني بقولك ده جهاز مفيد، وحتى منظمة الصحة والغذاء الامريكية رخصته وبتنصح بيه في بعض الحالات، مش زي بعض الاجهزة العجيبة اللي بشوفها على امازون بتقول انها بتعالج الجيوب الانفية وحساسية الانف بالليزر، مع ان مفيش اي دليل على الكلام ده، وحتى الناس اللي اشتروها واضح يعني ان فلوسهم راحت عليهم. ونروح لاجهزة مفيدة جدا وتنفع هدايا لاهلنا كبار السن، اجهزة الحماية من الوقعات والتنبيه لها. واكيد طبعا هتسأل نفسك ايه الفايدة، ما كلنا بنقع يعني وبنقوم وكله بيبقى تمام. والحقيقة ان معك حق، لكن هنا انا مش بتكلم عن الوقعات العادية، انا بتكلم عن الوقعات اللي بتحصل للناس الكبيرة من 65 و70 سنة وانت طالع ربنا يحفظهم. احنا هنا بنتكلم عن حوالي 36 مليون انسان في الدنيا دي بيقع، جزء من الوقعات دي ممكن يدخلوا عناية مركزة وممكن يموت لقدر الله. الوقعات دي لوحدها بتموت حوالي 32 الف شخص كل سنة في امريكا بس، في شخص كبير بيقع كل ثانية تقريبا. مشكلة ضخمة جدا، واي طبيب اشتغل في عنبر امراض بطنة او شيخوخة بيكون عارف ان ده يمكن اهم سبب لدخول المستشفيات في كبار السن. وللاسف مع كل وقعه كسر في الحوض ممكن ينيم صاحبه في السرير شهور ويعرضه لمضاعفات، او خبطه للدماغ ونزيف في المخ لا قدر الله. مش هعرض عليك اسعار، لكن عايز اعرفك بس ان في اجهزه كتير شغلتها انها تعرفك ان الشخص ده وقع، وتبعت لحد انت محدده من قبلها انذار او اتصال سريع عشان يلحق الشخص اللي وقع ده ويطمن عليه. بس هو وقع خلاص، استفدت انا ايه؟ مش عاجبك؟
طيب في بقى اختراعات جديده شغلتها انها تحميهم من الوقعات اصلا، زي مثلا الايرباجز او الوسادات الهوائيه دي اللي بتتنفخ في جزء من الثانيه اول ما تحس ان الشخص بيقع، فتقوم تحمي اهم اجزاء معروف انها بتتضرر او ممكن تتكسر مع الوقعات دي، زي الراس والعمود الفقري وعظم الحوض، او العصايه الذكيه دي اللي شغالين عليها دلوقتي. العصايه بتشوف انت ماشي على ايه وطريقه مشيك ازاي وتحذرك لو في حاجه في الطريق، وكمان تبعت تنبيه لو انت وقعت. او الشوز العبقرية دي اللي بتحس بوضع جسم الشخص اللي لابسها وعلاقة رجليه الاتنين ببعض وزاوية حركته وتصلح وضعه لحظيا منها لنفسها لو حست ان الوضع ده رايح في اتجاه الوقوع، وهي طبعا بتقدر تعمل كده لان فيها حاجة زي عجل او سير تحت الشوز يسمح لها تتحرك بنفسها في الاتجاه اللي هي عايزاه. وخلينا لسه مع كبار السن وجهاز تاني غريب شوية هو كمان، اجهزة التتبع الذكية. تتبع مين؟ تعرف مرض اسمه الزهايمر او الزهايمر ديزيز؟ المرض اللي من اهميته وانتشاره اتعمل عنه عشرات الافلام في هوليوود وفي العالم العربي كمان. افلام بتحكي معاناة 55 مليون انسان تقريبا باسرهم والناس المحيطين بيهم وكل اللي بيحبهم. مرض الزهايمر او الزهايمر هو نوع من انواع خرف الشيخوخة، وعلى فكرة مرض بيموت وللأسف صعب التعامل معاه وملوش علاج شافي. اللي عنده الزهايمر بيبدأ بالتدريج ينسى اهله وحبايبه ويتوه وهو ماشي في الشارع وينسى هو رايح فين. عشان كده مفيد جدا ان الشخص اللي يجيله المرض ده ونقلع عليه انه يتوه او ما يعرفش يساعد نفسه وهو في مكان لوحده، ان يكون معاه جهاز تتبع من الاجهزه دي. في منها اجهزه بتكون معموله مخصوص لمرضى الزهايمر كانها سمارت ووتش، بيكون فيها خاصيه انذار ورسائل طوارئ الارقام تحددها، فيها سماعات خارجيه عشان لو حبيت تكلم الناس اللي موجودين حوالين الشخص المريض ده وتطلب منهم مثلا يعملوا له حاجه معينه او يساعدوه، او حتى حبيت تنادي على المريض نفسه وتكلمه من الساعه. وطبعا والاهم بتخليك عارف طول الوقت هو الشخص ده فين. ده حتى بعض الاجهزه دي بيديك انذار على موبايلك انت لو الشخص ده قلع الجهاز من ايده. وفي ناس بتستسهل وتجيب اي ساعه سمارت من اللي هي اصلا معموله للاطفال وفيها خاصيه الجي بي اس لانها بتكون ارخص من الاجهزه طبعا بتاعت الزهايمر، ويحطوا فيها خط موبايل عادي، لكن طبعا مش بيكون فيها كل الخواص التانيه دي. ومش عايز اقول لك كمان ان في ناس بتستسهل بقى وتسترخص قوي وتجيب حاجه من الحاجات المتاحه اللي ماليه الدنيا ومش بتحتاج اي مصاريف شهريه ولا اشتراكات ولا حتى خط تليفون، زي السمارت تاج بتاع سامسونج او الاير تاج بتاع ابل، ويحطوه في جيب الشخص اللي عنده الزهايمر. المهم انها تبقى طريقه يتابعوا بيها هو الشخص ده فين. وننقل لجهاز ممكن تفكرني بضحك عليك لما اقول لك اسمه، مع انه هو جهاز حقيقي وفعلا فيه ادله ان هو مفيد وبيشتغل فعلا، جهاز كشف الجلوتين. ايه؟ عارف ده انت يا دكتور اللي قعدت تقول لنا موضوع الجلوتين ده خدعه كبيره وثلاث ارباع نصب وما تصدقش اللي يقول لك ابعد عن الجلوتين. صح فعلا عندك حق، وشرحت بالتفصيل ايه في الموضوع ده اللي نصب وايه اللي حقيقه في فيديو من اهم الفيديوهات اللي لازم تشوفها عشان ما حدش يضحك عليك ويقنعك انك لازم تاكل حاجات معينه وتمنع حاجات معينه بدون اي دليل ولا فايده. لكن زي كمان ما شرحت بالتفصيل في الفيديو ان بعض الناس اللي عندهم حساسيه للجلوتين، وطبعا الناس اللي عندها مرض سيلياك او الزلاق اللي هم تقريبا 1% من البشر، دول بس هم اللي لازم يبعدوا عن الاكلات، كل الاكلات اللي فيها جلوتين، عشان ما يتعبوش ويجي لهم اسهال ووجع في البطن وتقرع في الامعاء وغيره. طب الناس دول سهل لما ياكلوا في البيت يعملوا اكل ضامنين انه خالي من الجلوتين. لكن المشكله بقى ان الشخص ده لما يخرج مع اصحابه مثلا ياكلوا بره هيقول لهم ايه؟ مش هاكل؟ طب هل لو راح معاهم مطعم ومكتوب جنب الاكل انه جلوتين فري او ما فيهوش او خالي من الجلوتين، هل بيبقى ضامن فعلا ان الاكل ده ما فيهوش جلوتين؟ عشان كده لقيت لك جهاز ظريف بنشغله على اي اكل حابب تاكله ويقول لك اذا كان الاكل ده فيه جلوتين فعلا ولا لا. استعماله سهل جدا وهو زرار واحد بتضغط عليه ويديك النتيجه على طول. لو رسم لك وش بيضحك يبقى جلوتين فري، ولو رسم لك الرمز بتاع سنبله القمح المعروفه دي يبقى لا جلوتين في الاكل. لكن للاسف غالي شويه طبعا، وكمان بيحتاج كبسولات تتغير مع الاستعمال. دي كانت كل الاجهزه اللي معانا النهارده، هتلاقوا لها كلها روابط باحسن اسعار لقيتها في وصف الفيديو. بس خلي بالك وانت نازل تحت رايح ناحيه صندوق الوصف كده هيقابلك زرار كبير عامل كده، اضغط عليه لان ده هيديك ديسكاونت حلو لما تيجي تشتري. بهزر طبعا، اكيد انت عارف يعني انك مش هتاخد ديسكاونت ولا حاجه لو ضغطت لايك، لكن هتعرفني ان الفيديو ده عجبك او كان مفيد، وده شيء يهمني ويفرحني. والاهم انك هتخلي الفيديو ده يظهر قدام حد تاني محتاجه وتساعد حد تاني يشوف الفيديو ده. وانا لاحظت بصراحه ان في ناس كتير بتسالني وانت بطلت تعمل فيديوهات ليه يا دكتور؟ انا ما
بطلتش. صحيح بتشغل اوقات في المستشفى او غيره، لكن يوتيوب وفيسبوك مش هيظهروا لك الفيديوهات غير لو عرفوا انك مهتم بيها، وهم هيعرفوا انك مهتم بيها لو اتفرجت على الفيديو لاخره زي ما حضرتك عملت دلوقتي شكرا، او ضغطت لايك او ضغطت على الجرس. فيا ريت تعمل كده عشان تعرف لما فيديو جديد ينزل. هتسالني طب ليه ما اتكلمتش عن الجهاز ده النهارده؟ صحيح هو جهاز صحي لكن ملوش فايده، وعشان كده اتكلمت عنه في فيديو تاني هيعجبك وهيحميك انك تضيع فلوسك. لو لسه ما شفتوش شوفوا من هنا. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام عليكم.